بص هقول لك على حاجه، انا هرجع كده نفس الخطوه فعلا، بس احنا كده يلا ممكن خطوه بشويش جدا بشويش جدا. المجتمع المدني المصري، تحالف القوى المدنيه المصريه، بنطالب بالعداله المناخيه، وان احنا النهارده موجودين في قمه المناخ، من حقنا كدول ناميه متضرره من قضيه المناخ ان احنا يبقى في مقابل الاضرار والخسائر اللي احنا فيها، وان التمويل اللي بيتكلموا فيه ال 100 مليار دولار دوت ولا اي حاجه، تريليون دولار هو. العداله المناخيه هيحقق اصيل للبشريه، واحنا من الدول المتضرره من قضيه المناخ. شكرا.